30,000 ليرة، ما تأمن معي غيره. لك يا الله يصلحه، كنت قل له لجدك مرة ثانية إلك ولا للدين كان أمن لك بقية المبلغ. هو تأمن أكثر من 100,000 ليرة، بس مو هون المشكلة. لكن وين المشكلة؟ المشكلة إنه المصاري لما وصلوا لأي جدي صار هو بده يروح على الخليج. لكن من أمنت هالمبلغ كله؟ منه، بس من غير ما يحس. سرقة؟ لا لا عمي لا، سرقة مالي مصلحة بنوب نوب. أنا قلت لك مال حرام ما فوت علي. أيوة؟ لك مو سرقة مو سرقة، هيلمة. بعتها مسبحة كهرمان بتسوى أكثر من 100,000 دولار. ومنين جبت المسبحة الكهرمان؟ لك لا كهرمان ولا شيء، خرز مطبوخ بتسوى لها 10 ورقات، بس أنا ضحكت عليه. عندكم لسه المطرح؟ عنا كتير؟ كتير. قد كتير كتير. قد احكي بقى. ايه شو بكون؟ يعني إذا قلت لكم ما بتفسدوا؟ ما نفسي. أكيد؟ أكيد. أكيد؟ لك احكي بقى. ايه حطوا إيديكم على شواربكم. ها وأنت؟ أنا حلف وبصير أحلف على الظلام. حلف؟ حلفت. وأنت؟ حلفت قبل منه. يسكر الباب وتعال قلبي. أبو طمزي وهدي عند أبي 10,000 ليرة. مرحبا. شو؟ إذا بتطبق السما على الأرض ما بعطيها لحدا. عم تخبي من ورا ظهري؟ هدول تعرفوا لآخرتي إذا طلعتي. ما بدي أتبهدل بعد ما بدي أحط راسي. لك فعل الله ولا فالك، لسه بكير على موتها. لك يا أخي ما اختلفنا، بس أنا شو بيعرفني أنت بدي اندفع؟ بس بلا حكي فاضي. هلا مثل الطير الطاير بتروح لعند أبو زهرة بتجيب المصاري وبترجع. بوران لا تضغطي علي. بدي ضل عم أضغط عليك ليبقوا مصارينك. لك لساتو قاعي؟ لساتك قاعي؟ لك يا جماعة فهموني. لك يعني يفهموا؟ حاضر رح يفهموك. يلا احطوا في كلام بيني وبينه بستر، بدي احكي انا وياه. يلا روحي على مهلك عليه. ازرعيهم بهالشوارب مرتين. ازرعيه بهدقني بيقتنع اقتنع. روحوا خلص الفيلم، روحوا تفرجوا على غير الفيلم. يلا روحوا. ابو طمزي في حل واحد عندك ما في غيره. بدك تجيب المصاري يعني بدك تجيب المصاري، وفي شكلين لتقتنع، يا بتجي بالكلام الحلو يا بال. لا ما بدي بال. شفت بأحلاك. طيب خلي زهرة تروح تجيبه. ليش زهرة تروح تجيبه؟ لأنه أنا أعطيك كلمة، قلت له إذا بطلب منك المصاري يمسح فيني الأرض. لك شو خسران؟ خليه يطرقك بهدلة. لك هذا ما بفهم إلا حرفيا، هلا بيمسح فيني الأرض. ماشي بدك زهرة تروح على عين تكرم عيننا. ماشي شو عملي؟ كم أبطمزي عندي أنا؟ زهرة أرنبي طايه. قال لي بتعرفي إذا طلع أبو طمزي ما بيعرف شو بعمل فيكي؟ قلت له باري بتمسح قدري بالدرس وتحطي فرد ديال. قال لي وينه أبو طمزي ليش ما أجى؟ قلت له أبو طمزي رايح على حلب. قال لي ليش ما بيحكي معي تليفون بالحلب؟ قلت له ما عنده تليفون ليحكي معك. قال لي خلص يبقى لا يرجع. قلت له يا ابني دخيل الله عطينا المصاري لأنه نحن كثير مضطرين لأنه بدي بده يسافر على الخليج. قال لي ما بقدر. قلت له دخيلك يا ابني. قال لي ما بقدر بدي يمسح في الأرض. قلت له يا ابني ما بصير تمسح الأرض في بديع بداله. ما فيها يا قلبك إلهي لعنتي اللي نسيتي هاي وبعدين. قال لي إنه ظرفه. الله لا يعطيه عافية. عطاني 10,000 ليرة ومسح فيني الأرض. بخش على